السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيدنا شيخ. اتفضل، الله يحفظكم. الله يكرمك. سؤال الله يكرمك، بالنسبة لشخص عنده بنتين ايه ويريد أن يعق عنهما، وإن شاء الله إحنا داخلين على عيد الأضحى إن شاء الله، فهو يريد أن يدخل يشترك في نصف صدقة، هل ذلك يجزي عن الأضحية والعقيقة معا عن البنتين؟ عن البنتين؟ نعم، نصف بقرة يجزي عن العقيقة عن البنتين؟ نعم. في نصف بقرة إن شاء الله، والأضحية كذلك؟ ما هو البنت في العقيقة لها سبع بقرة، نعم والولد له سبعان، نعم والأضحية سبع بقرة عن الرجل أهل بيته، نعم وعلى هذا فقس. نعم 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 الله يبارك فيك جزاكم وياك.